أول شيء صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير. الحين أنت رقدت زين؟ زين خلاص. رقم واحد. منو اللي ناخذ البحر في الليل؟ لا ما أنا أسمع وأنا فوق. وأنا فوق أسمع خر 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 ثلاث لمونات. منو؟ منو؟ براشد. كيف ينخر؟ صوت وايد. كم مرة؟ ثلاث مرات. شو؟ شو بلاهن؟ شي بديم الحيل عاد. زي شي بديم الحيل صلاح. منه وصاب نقولهم للثك حساسة ونغير هالمعجون إن شاء الله. وحين شو بتسوي أنت؟ الحين أنا رمسك. أنا استعب من الأدمي يوم ترمسه أزم يطالع تليفونه. وليه قدامك هاي رمسك منه؟ خليت خالد نام؟ وين خالد هذا فوق؟ تلخبطت الأسامي. كيف خالد؟ منو عندنا؟ خليل منو بعد؟ من هل؟ شو خالد بعد؟ شو يا كنت اليوم؟ يا الله بصباح خير. هذا بعد عوق جديدة شو؟ صلاح؟ من هل اسمه خليد؟ خالد؟ شو وياك صلاح؟ راقد أنت حين تحلم ولا شو؟ ما يدوم خلاك تنام انت طول الليل بالله عليك. كم كيف يسوي كيف كيف انا الحصان. يا الله صباح خير. وقف خليك بوقف الدقة. اصبر انت سر عناي ظهرت. نحب نصور الحين. نحن المحنة. محنا هاي روحها نحن وقفتنا. وقف تعالي هاي احتاس عن بوضة. ها لا تيها. لا ابوي هالكاميرا ما تظهرنا متنا. يلا ها ارفع صدرك فوق. ايه شد عمرك صلاح على طالع. ها صدرك فوق. ها بتصلي انت؟ لا ارفع صدرك. ها افتح يديك متشفت. خلي تظهر. ارفع راسك درقبك. هذه لبست صلاح. شو اللون هذا؟ بصلي زغللي زغل. وانت وهذا براشد صلاح. شلاح بص براشد شو لابس؟ قماري قلالي. ونزيب الخالدي شو لابس؟ عبيان حوحاوي. عبيان حبب حوحاوي حوح والله راسك يا شد. قول امين صلاح. امين. هذا نحن طالع صدياي. الو منك رابع صلاح. يلا 1 2 1 2 3 تشيز. لا هريس ارفع راسك فوق. محتاس اليوم صلاح. ميزان مختلف غادي. ها عدل صلاح. هذا شد واحد فوق واحد تحت. عدل هذا شوي شي. صلاح فرحان ابوي بالمطار. وين بتصير صلاح هنا؟ نويسا البوسنة. ويسارين؟ نويسا. ايه حب علي. قولوا 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 كل بيت علي. يلا صلاح. شو صلاح؟ علومك تحرى البلاد حد رايغنهم ما حتم في البلاد. الناس كلها ظاهرة. لا إله يقولون يوم يظهر السيل ويستوي البراد الناس كلها ترد. هاي أبوي الناس طارب ما أدري جاهزة ما تعرف شو السالفة. أو صلاح ما حد والله يصير وقت البراد. عنب يقولون أول ما حد يصير يقولون ما حد يصير ويا براش وقت البراد. الناس كلها تجلس في البلاد. كيف ما كل واحد ابوي اللي شكل خالد ضربنا الغيب يوم جينا وهلينا وشافتنا الطبيعه في سرايفو. ضربنا الغيب يوم جينا وهلينا وشافتنا الطبيعه في سرايفو. ايه هذا زين. ها 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 خشمك يا قليل ادب. المهم اسال وحده اقولها انت من البلاد الفلانيه؟ قالت لا انا من الباب اللي عدالها هاي البلاد عدالها. هيك كلتني تحراني سابنها يا ولد. هي والله ما يعجبهم لوادم. ليش يا كل حدا ابوي عادات وتقاليد. هي اللي كان عاد براشد ما سويت يور. هي اللي كان كري عكت حصابين. انزين لك ليش يعني هذا ما يوزل تقول من هذا وهذا ما يوزل. هي هي كل حدا بدكته فونكته. شوف انت ايوه صلاح ايوه على هواك. انت وين تبع؟ راشد.
باب عن الله تصير كصير براشد فوق. ايه وصدقه. انزين على هواك. مع ابو راشد هو يبه. صور بابا عمرك اليوم قادي حلو انت. جي؟ ايه وايد حلو. عن حد يقول ما فنان الا فنان. فوق عن الفنان. ابوي انت السلك. سبحانك يا رب. شو سر العلاقة بينك وبين صلاح؟ الحين صلاح منو تبع؟ لا هذا ما عليك ما صلاح. في الطيارة تبي تير ويا أبو راشد ولا ويا منهل ويا أنا؟ أنت شو تبغى حين؟ لا ما بتنام يبي يرس عدد الدريشة ندري. ماشي مشكلة. منو تبع عدالك؟ منهل ولا أبو راشد ولا أنا؟ لا اختار واحد. لا واحد. تبع أنا. عاد الله اكبر لان الرفضيه قريبه من بعض اي ايوه انا وصالح ان الطيور على اشكالها تقع هو يفهم لي وافهم له متواسين كيف شو لغه المحبه هذه لغه المحبه صلاح لو يقول شيء كذا ضحكه شويه طاح الحطب شوف انت قلت له تدري بالصبح شو قال عنك قال ما خلاني ارقد من خير والله اني انا ما اشوف عيوني تكون مصفعه بزنو ليش لانه صلاح يوم بتسافر الحياة السيرة الجاية ما بنكون إلا ليلة السيرة ليش؟ يوم نخبره قبل بأسبوع يتم أسبوع في الليل ما ينام يتم سؤوله منجرة هناك في الفلاة أيوة صباح من الساعة 3 ويدكدك ولا ينام وهذا أمس اللي طاح الطيحة هذا تعب أسبوع فيه لا إله إلا الله أيوة والله الحمد لله أنا زين 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 الحمد لله تستاهل يا بصلوة المرة الجاية نخبرك قبل السيرة بساعتين تفضل تفضل جيبوا شاي الحين طلبت يا ابوك ماي دخلت ماي زين 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 الحين بخبرها زين انت الحين ليش زعلان علي؟ ما تبغى تعب انت بتقولي انا بابيتك هذا منو؟ اسد لا هذه هذه؟ ايه هاي صديقة عمل عفوا صديقة مني هذه؟ انا عمل عرف انت ليش غيران يعني لاني اسولف اشوفك لا هي ما تكلمك انت انت عندك سناب لا انت ما عندك سناب لا بتصور وياها صوره ولا صورتين اثنين حلوه ولا ما بحلوه اسمها حلوه ولا لا انت قول لي بعد ظهر تليفونك انت بس صورها ما لا انا بخلي اصور الحين بصور يوم بنوصل صلاح بيصير ويانا نفس البلاد يوم مشكل عاد خبر انزين ان شاء الله بخبرها الحين قام كرتك اسمهان النقبي السلام عليكم خالد صبحك الله بالخير وانا شو قلت؟ قلت صباحكم صباح الخير وقلت مساء الخير قلت السلام عليكم ايه اشواء اول شو قلت ما اتذكر المهم طاف كيف حالك؟ الحمد لله هاي الله يسلمك اسمهان متلاقين الاول في مهرجان التراث اول ما تلاقينا قبل تقريبا 8 سنين كان في 2000 المهم المهم اللي بيشوفها كل يوم ما بيقول هاي هي الأول بيضة تحرونها بردية وحين قدت بلاكية على ما تشوفون لو سمحت قول سويدة مدللة السويدة والمدللة بعد ايه هذا هو العافية ايه ثانك يو المهم وين سايرة سايرين طول لي بعمرك نفس وجهتك ان شاء الله ايه سرايب اسمها ما شاء الله من البنات انا زي ما قلتها اعلام تعلق اعلاميه مميزه الله يحفظها اسمهان من البنات المجتهدات اعلاميا ومجتهدات ما شاء الله في الاعلانات خارج الدوله وخارجها ما شاء الله من اللي عندها اعلانات قويه شو اللي اكثر شيء اعلاناتك شوف والله خالد انا بقول لك اول شيء بتكلم عن مجال العمل شوف كيف التلفزيون انا اليوم اعتبر مقدمة برامج يعني يوم حد يقولي فاشينيستا وايد ازعل لان اقول انا لي 20 سنة في تقديم البرامج انا بديت من يوم عمري 13 فانت يا تتكلم عن 20 سنة خدمة فجأة تنمحي وتنمسح وتقولولي فاشينيستا هذا شيء وايد يزعلني والله فانا مقدمة برامج ولله الحمد يعني واكبنا السوشيال ميديا وموجودين فيه هني وهني اكثر البرامج اللي قدمتيها في وين؟ البداية كانت في قناة الشارجة ومن ثم الظفرة ومن بعدها انتقلت مركز الأخبار في تلفزيون دبي ومن بعدها استقريت في شبكة فالمحطة الختامية شركة أبوظبي للإعلام البوابة اللي ولله الحمد أقدر أقول أني أنا كنت حظيظة أني طلعت بشكل جديد ومختلف
والمساحة مختلفة تماماً في أبو ظبي للإعلام وما زلت أعمل فيها. زين شوفوا اسمهان جلست في نص عرس ست شهور اللي هو إكسبو عبارة في مهرجان كامل عرس كأنها ياسة في مكسار وليوة ودق وربش تنمالها أول من تالي والله يعني ما شاء الله ثقافات وفنون وأفراح وسياسة وتجارة في كل أمور الدنيا مثل ما تشوفون إكسبو يعني عالم جاي في عالم عالم جاي في عالم دبي روحها عالم. زين حلو ان احنا اليوم كمقدمين برامج اجتمعنا في برنامج واحد في اكسبو. سبحان الله انا ما قلت هالرمس كلها عبث. شو سوت عقب هاي الست الشهور اللي ليل بنهار هي في نص اكسبو سارت طالت عماركم حجره. هاجرت رحت سيشن في شهر 6 على اساس 5 ايام قعدت هناك تقريبا 10 ايام روحها شرات الجني شفت الأرضي شرات الأرضي لست ست أيام قول حورية لا أنا بحورية روحة حورية البحر يعني تجلس روحها وإذا يعني حورية سودة عادي ما في حورية سودة حوريات بيه فنانات والله بلاقي لك واحدة سودة عادي لولها شوية وصيفها إيه فكانت بيضة برار غادي تحرها بردية وغادي حينها على ما تشوفونها قلم بنسل شو ياج يعني انت حين تمدحني صح؟ هي. شو انا ما اعرف انت والله لما هل قال لي ترى هذه اسمهان على فكرة شو كذاب اقولكم العديد من الناس يتحررون اسم اسمهان قرب الله تعالى يتحررون اسم اسمهان اسم جديد اللي ما حد يعرفه ان اسمهان في بلاد الشام موجود في العالم لكن في الامارات بالذات مش بدون الالف سمهان فكره في حرمه عمرها تقريبا ما شاء الله 82 سنه من غياثك يدت ناس نعرفهم بعد اسمها اسمهان ونحن بعد يعرفنا محمد بن زايد بعد اسمها سمهان سبحان الله يعني بعد هاي الحرمه فوق الستين تبارك الله يعني اسم سمهان مش جديد لكن بدون الالف اللي يقولون انه مش متداول في الامارات هو موجود بس ما كان يعني نادر مثل شعاع مثل وايد حمامه لا حمامه وايد بالاخص المطوعات اي وحده اسمها حمامه تلقطينها مطوعه المهم سمهان الله يحفظها بحلم بنات الاماراتيات الشاطرات حساب مميز وجيد وشيق ومجتهده في عملها ومعلنه من الطراز الاول لذلك يشرفني نشر حسابها لنا بنت اعلاميه وشاطره وموجوده على الساحه قبلي وقبل عصوري الله يحفظك وغالي عنده عزيز وانا وايد اعزك انا اليوم كنت اقول له سبحان الله نحن في البلاد كنا نلتقي بس ما كنا نتكلم اليوم من خلال هذه الصدفه اللي صارت لنا بهذه الرحله قعدنا وسولفنا وتكلمنا وتناقشنا وفتحنا كثير من الامور فحظيظه أنا والله اللي سعيد الحمد لله عاد تحملي على طول الطريق حشرتني وحدة الله يسلمك الله 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 هذه اللي مصبي استغازلها لا صلاح ها مو عارف ما يقول ما عرفت أول ما شافت ما يشوف الحين عرفني صلاح صلاح حلوة قول الصدق حلوة زين خطبها لك ولا لا ليش خدامه هنا عند ابوي لازم يكون عندك خدامة عشان تبين ياخذ مو خدامة ربهم لا هي. ما عليك يدفع كل شيء انا مينون انا مينون شكرا يا صلاح شكرا الله يطول بعمرك ان شاء الله وعمرك ان شاء الله صلاح هاي اسمها سمهان المباركه يوم ذا صلاح معانا الله يبارك فيك صلاح شو رايك شو الحين قلت نيب المليج الكابتن ترى مليج في نفس واحد هو كابتن وهو مليج وما عبا مليج وكابتن هو مليج مرة صلاح الحين شو قلت يبا ياخذ رخوي لا 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 الله أكبر ما في مياه تعرفين شو يبا يصور شو سناب شوف انت صور لي ولا تاخذ الرخوي لا شو عيه شو تبحين يبا صورة انا الحين سويت لك فيديو صلاح 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 في العيد بي عندهم خدمة وانت بتكون اول واحد بيستعملها
عندهم هو كابتن وهو مليج وبيكون اول واحد يملك. شوفه صلاح بتملك في الجو، ايش رايك؟ اول عرس في حياتي سمعتي حد ملج في الطياره؟ لا ها صلاح من اول لحظه من اول لحظه. ارميه ارميه والله انت اللي تقول عن اخوك. شكرا يا صلاح شكرا. اما تعبين وما يوم والاخير راح نشوف ها كل مستحق. الو رفع راسك فوق موافق خبر العالمين. شكرا شكرا يا صلاح. يقولك خليه يصير وتعالي روحك. نحيس انت شي خصني رجعت الطايره هب الطايره ابوي الريال الريال عويك حب عويد الريال. نحن أخروا طيارتنا نص ساعة تقريبا بس بالريال ضاربت لنا طرقة مو طرقة محتل واغم هي محتل وقال أبوي نحن ما فينا نبيت في الحمام. قال مارو من أول ما ركب الطيارة هو خري مري خري مري بالدقيقة. قال أبوي أنا محتل قرب اللاتك ما بغيت تحتل اليوم بتسافر. نعم ترى شارب باسك براسك مو حلول حلول ما بطبيخة وتم فريفرو مسبعة بعد هي وممروسة مراس والصبح ساطعنها على الريد وياين يشوفك انت تشرب من ذاك الاخضر يحس به هو لا ما سويت بلح على ولد انزين براشد قال الحين ابوي الطيارة ما تضمني بشد ان الحين ساعة نحن انتريا يو شلو وسار ابوي نزل زي وصلوا الحمام وردوا وردوا شلوا الحمام وردوا هي اليوم هو هني مرتين ثلاث لكن ما شي فايدة ما شي فايدة ابدا منخرط منخرط البطن خراب اقرا عليهم ما شيء تحرمت متريج فخاره واصبح ابوي هرهر وليش هل صارت شرهان شرهان مين شرهان جيهان جيهان هاي البنيه اللي عندها وها تريبها توه هني صارت بعد صارت ابشر اسمهان 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 شريهان انت تقول شفتها في التليفون مالك سناب شرهان سمهان سمهان هي الاسم باللغه هذا بالمطورين إيه؟ اسمهان اسمهان باللهجه المحليه سمهان سمهان وكي سمهان دخيل هي ما نسميه احنا سمهان ها نسميه قبيشه رويه فاطمه زينب رقيه لا 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 شيء في الخليج شيء سمهان في التمدن لا من الاول في الحجر ماشي عندكم انتم اي لا انا في الامارات شيء انا بنتي اسمها رناد طيب وراشد اول مره اسمع هالاسم رناد رناد شو يعني كلمه رناد القمر القمر هي. ما بالقمر بعد ها القمر القمر قول ابوي انت قد سمهان ما راح تنسمهان اركب اركب هناك على طول تفضلي لا خليكم مثل ما انتم انا بس باخذ تليفون زين واسمها رناد صدق والله والله اسم معروف في عمان واجد ابو محمد على الاسم ما سمعته هنا اول مره بحياتي حتى على الحبسي حارس منتخب عمان اسم بنت رناد ثانك يو واتس يور نيم كاميليا كاميليا ماي نيم از خالد نايس تو ميت يو كاميليا القوي سيرتي لابو يكوب شي هناك ما يعطوني انا شي شو عربيه انا رومانيه بخبر شو حاجه رومانيه ما تكون ما اعرف انزين ما تعرف انجليزي زين براشد ابوي تقول لي رناد اسم رناد لا انت عيالك الحين شو اساميهم كلهم راشد ورناد راشد ورناد وسلطان سلطان وعيده عيده وعلي عيده هاي اللي تحبني هذه اللي تحبك لين امس قلنا نتني الفجر شار عنها والسب انت حبيبي ايه وعلي وعبد الله ومحمد ما شاء الله ايه. ما شاء الله تدري اني اول مره اسمع اسامي عيال اعرف عيده واعرف راشد الباقي ما اعرف اساميهم هذه شو اغرب الاسامي في طائفتكم كلها في كل طائفتكم راشد لا اغرب 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 هذا الاسم رناد بس انت جبت لهم الاسم انا جبت الاسم ما انا حد من هلكم اسمه ايه رناد ايه بعد حد لا ما حد هي هذا كان في حد من المقربين متاثر بالله يرحمه بالافلام المكسيكيه ايه زمان ما في غير شوف افلام مكسيكيه تذكرهم يوم تلفزيون ابو عراشه زين وصب هالاسم وتوفى منو هذا ام الحرمه إيه. فقلنا لو صاح صاح سبحان الله اي والله ولا اسمها ريناد بالياء بالراء ياء ناء الف دال ريناد وانا اول ما كتبت ريناد ورديت مسحته ما شاء الله ولا المتابعين يقول ما شاء الله هاي الاول عن محافظه كل سنه من اشطر الطلاب في المدرسه ما شاء الله كم عمرها ما
ما اعرف ابو محمد كم عاد تدرس صف كم؟ لا العمر يمكن 13 12 ما شاء الله حرمه. الله يبارك فيها ان شاء الله، ان شاء الله انها تصير جامعه ان شاء الله من عشوب القوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شابه ابوها. لا 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 ما تشتغل دخكات، انا اتخرج واشتغل دخسوره واخذ مسؤوله عليك في الدوام غمي. ايوه صح هناك حلو يشرب شاهي طلع شو كلام اقول لك يا ساك اضبط طفورنا عند الكابتن زين اقول له لازم نوصل انا شغل هي باعوها الارابي قبل ما نوصل يسوق احنا بنسوق بداله عادي اركبي انت هناك وتروح السواقه خلي تبيع اراضي كما الخالد. حاضر ابو راشد حتى يا بورك انت حملها بعد واحد حرام عليك خلي يشرب ما يبيع ما هو عدو ريحة المكينج مجيج هو هو اللي يرتب المجيج هو اللي يرتب احنا لا نسينا وقت الانزاع خلا تعطي شاحن ايه احسن ما يضره هو يعيبه لا لا ما عليك صلاح صلاح ما يركب السيارة الا ورابط الحزام لعلمش لو بيقل ساعتين في السيارة الحزام رابطنه صلاح لا لا هذا غريب الحزام اللي مو انت من سوريا هاي سمهان 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 صار هاي سوري هاي بو سوري احنا من بلاد الله الواسع الحمد لله الله ما تبان احنا بنكون الله يخليش يا بالعيد ابو راشد يا بالعيد عرفت ابويا ما ابوي حيان النقبيه ما سمعوك يا انت تقولي من سوريا نقبيه نقبيه هاي نقبيه من الخور نقبيه سمعت هذا صدق اللي تقول له يعني تفضل هي والله ها من شماقنا زين وهي من شماقنا زين شو وين عفتت بها هناك؟ هي النقبيين شماقنا زين وين عفتت بها اخر الدنيا؟ حتى يوم قالت من نقبيين قبل احسبها من الشام سبحان الله لكن شوف 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 لكن هي ما شاء الله كمر كمر اي ما تقول من انا كيس صدق ذا الجمال تقول حوريه ما شاء الله عليها حوريه دغمه قامة دغمة غاوية لا لا سودة صنقاحة الحين بتفصلون علي تخلون يضل السفر لا 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 احنا لقينا ليش مش بندليك وكنا كنت تمشي الطائرة ولقينا سمهان قدامنا اي والله وعلى طماها وطاح الحظ يا مرحبا ابو راشد يا مرحبتين يا ابو محمد هاي سمهان من المذيعات الاعلامية عندنا في الامارات اي في التلفزيون تلفزيون اعلامية مميزة يعني هاي اول معلنة في دولة الإمارات كإعلانات إعلانات تجارية أول من تسوى إعلانات تجارية مذيع من يوم هي عمرها 13 سنة ما شاء الله من 13 سنة عاد الحين ما أدري كم عمرها يمكن 30 ما أدري عاد هي نقمت عليها عمرش 30 32 32 من يوم عمرها 13 سنة وهي مذيعة يعني كبر راشد 17 سنة تو تقرا النشر الاخبار وكل شيء هي اول شيء برامج اطفال هي الاول اثنين هاي اللي ابتدوا كبرامج اطفال هي وسعود الكعبي هي وسعود الكعبي نعم هي ما شاء الله عليه هي سعود شايف انه هاي اول ما باباي ما باباي هاي لا هاي عمو تسوي كما زيتونه لا لا هم كبزة بسم الله هذا العيد وابو هلا وحيانه ما اعرف اكلت حيانه طلعت ابوي الا من بلادي شكله كان يسمع اسمهاني وكانت تغني ليالي الانس وبين هو هذه بعد وحده طالت عمرها من المتابعات تقول كانت في اسطنبول وياها اسهال ولين الحين تطورت توها تقول ما اخذ حبوب طرشت بعد الحبوبه وانه من حبه وحده يبود البطن ولين الحين تقول من جيت وانا كل يوم حبه حبتين ما مر مر رقم بطني ابوي عليت بالهرم هرم واللقاف هرم اللقاف بيربط البطل دوي بدوي هاي وحدة بعد كانت مسافرة تركيا طرش خبر تقولها انه ياها يتطرق وهي في تركيا من كم من يوم لين اليوم تطورت على الحمامات يا ابوي الهرم يوم البوشي يسوي لنا اسهال مع الليلة واجب والله يسوي اسهال الهرم لو يربط البطل البوش يخلطها ولا ولا وادم قال لا وادم بابنا ولا ينبطن بعير ويتكركع مو بطلنا دمي وين اتحرى الهرم يبس البطن ما يبس البطن القاف القاف يبس القاف يمسك البطن ايه خوز عن الرجال كيف اتو بندليك ما يخصني انا ابو محمد شو سبب التاخير او الواحد عوره بطنه حب عوره بطنه هذا واحد يطورك مو يطورك انت قول المطمع ما حد يعرفه كلامك انت مسير مسير ايه مسير بسم الله حاطني بلاي فلتر بسم الله انت غاوي زينه
ضربت النطرقة ماكل حيثة بايت باح ماكل حيثة وابوي خذها الرجال زين خبرها معه ماكل حيفة هالرجال ايوه وبات ابويا في ولوال طول الليل ويتحرى عمر بأي بس بطنه يوم يا الطيارة وابدأ دبك ساري دمك ياي الحمام دمك ساري دمك ياي اخي بغاوي يطيروا مش الطيارة على المدرج قال ابويا عمار متوازي قال وقفوا الطيارة ونزلوه وتو بعد رد يركب وكحموا وقال لا نسى شنطته وردوا وشلوا حين شنطته قالوا لا تريوا 10 دقائق بطير الطيارة يلا ما قصرت هذا معلن النشر اصبر عاد اصبر عاد خلني اصبر الحين هذا بنزل عندي وعندك السلام وصلنا وعيان من الخير بعد شوي بنصور لكم الهس كله وهذا حين طالت عماركم الغوري فوق الضوء زين بعد شوي بنكمل القهوة وهذا صلاح هذا صلاح ابو ظبي وهذا صلاح ابوي البوسنة هلا بك يا ود العم ايش حالك حبيبي هذا نحن القسم اللي حاطيننا فيه المكان الفنان الجميل اللي غني يا ليلى كان فوق عبد الرحمن وهذا الريال عماد وانت عنب وحالك حفظت اسمه؟ عماد من ليبيا شوف انت الله يحييك يا محمد الله يبارك فيك يا زين هالمكان اللي نحن فيه معقول نحن على الارض؟ سبحانك يا رب شوفوا هالمكان اللي نحن فيه ابوكم هاي اطلالة المطبخ بعد شوي برويكم فوق اليورو والمنكر هاي لا صراح مبسوط؟ زين شعلي والعادة طالت عماركم الله لا قطعها اللي هو من نسافر نبتدي نسوي برنامج القهوة القهوة حينه الماء يفوح ما يطبخ يفوح حطنا فيه فنيالين قهوة فنيالين قهوة معقومات لين عينهن أنا أحب القهوة الغليظة ما أحب القهوة الرفيعة فقياسي فنيالين حق الدل العودة هاي من 2 لتر أم 2 لتر أحط فيها فنيالين وأخليها تطبخ 3 دقائق وعقب ما تطبخ احط هاك الوقت لين تصير وتركد الغوري يركد احط الزعفران والقناد والمسمار في بطن الدله ما اطبخها وياه هذه طالت عماركم الحين قهوتنا قهوتنا سبت على ما تشوفون خلاص قمشه وزهبه هاي الفقاعات هي نيشان ونضوي القهوه هاي نيشان ونضوي القهوه الحين بس خلاص خليها طالت عمارك بليل شوي تركد نحط الزعفران في الفنيال أنا من النوع اللي أحب الزعفران زيادة ما أحب شعرتين يوم يقولوا شعرتين زعفران لا أنا أحب أكود الزعفران الزعفران أحب زيادة في القهوة فلذلك أجس الزعفران الحين وقت زل القهوة في كنت في كنتي الدلة تسحت سعفة تبن ريحته تغادي ريحته قوية تغادي ريحته فنانة لأن أي مادة عطرية تحطها قرب الضوء يخوز مفعولها وتروح فائدتها الصحية والعطرية تخوز وهذا الهيل الهيل ما حط وايد فقط نص خاشوقة من الصغار وأما المسمار فخمسة أفصوص ولا أربعة ما نحط زيادة وهذا كله طالت عماركم ينشب في وين؟ في بطن الدله ني ابني. هي افكار وثقافات انا في ثقافتي ما احط اي نوع معطرات داخل الضوء، شو السبب؟ اي شيء فيه حراره يخوز مفعوله الطبي وريحته العطريه تخوز متيها الضوء او تفقد قيمتها الغذائيه، تغذي فائدتها الغذائيه شيء بسيط لا يذكر. المهم الحاضر يعلم الغايد اللي ناوي يشتري شيء ولا يطالع له شيء اسمح التصريح قال هاي
اللي ناوي يشتري ولا يطمش ولا يتفرج ولا يتأكد ولا يطالع تحيدون ابو محمد ما يحل في دار إلا وتغدي عمار وذوقي وتحيدونه لحد يتصرف حين ليحيد عند بهنسات يتريق اعطوني مجال اليوم مباشر يعني هل ثلاثة أيام الجايات برويكم شيء فقط حصري ما حد تشافه من حيث الموقع والمساحة والشركة اللي تكفل لك تحول الأرض ومصداقيتها وسمعتها الطيبة ناهيك على الفلل اللي أنا حاليا في وحدة منهن فلذلك لا تقولوا ما حد قالكم أهوا ويلا بعدين ما شيء عقب خراب مالطة صبروا وإن قدا لناظره قريب يا اسمك يا رئيس بالدرويش وين وصل؟ وصل البوسنة وصل الدنيا كلها رئيس بالدرويش ابن احمد الكتبي ها صحتك ويوصل لين البوسنة طال عمرك يا ام احمد وهاي الحين بنت فنيل انا والاخوان والربع هذا الريف يوم اقول لكم انا غير نمونه غير عن كل حد انا روحي فنان روحي صلاح ليلس بنت فنيل الحين ماشي شرات دلة وفنيال ومدخن وهالويوه الطيبة هذا ها مسيو صلاح مسيو براشد مسيو منهل مسيو عماد وابو عبد الرحمن وهالورد ها صلاح يا صلاح حاضر يعلم الغايب لا تستعيلون يا ابوي لا تستعيلون لا تستعيلون لا تستعيلون اها احد منكم يستعيل اها احد منكم يستعيل أها تحملوا 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 أنا من أمام هذا المكان الفنان في هالموقع اللي غني يا ليل أها وبين هالأزهار وهالمكان الفنان إن شاء الله هذا كله موجود هذا كله موجود هذا في أحسن مكان وأرقى من المكان هذا الموقع اللي أنا فيه يبعد عن المطار 5 دقائق هاي المنطقة حدود المطار على فكرة هاي كل هاي المنطقة حدود المطار هذا المسيدة المجمع هذي تحت بالجبيب الحمر ها كل تبع الامارات اللي تحت هذا اللي جاهز اللي ما بجاهز ان شاء الله اذا الله جعلنا ملحيين بنصور لكم اياه بكره ولا ورا بكره عاد على هواك تطلب اللي تطلبه ان بغيت تطلب غرفه ان بغيت تطلب عشاء بغيت تطلب ابوي دور دورين ثلاثة بغيت تطلب مطبخ خارجي داخلي حديقة اطفال اللي تبغى كله موجود اهم شيء لحد يستعيل عطوني بس اسبوع هذا 5 ايام الجايات بكره ورا بكره بخبركم اول بادي بنرويكم الا راضي وخلاص بني نصور لكم الموقع هذا اللي نحن فيه هذا وانا ساكن في وحده من هالفلل انا سكني المره هذه في وحده من هالفلل بحديقتها بدنياها بعلمها بخبرها بهالمكان الفنان هالنسيم العليل اللي ييب العافيه والله يا ابوكم يا البراد والجو اللي انا حين فيه تحرون من ايام كاني جالس احلم عباره حلم عباره حلم ما تقول طبيعه حتى يا ابو ويه برق حتى ويه برق ردت فاعلت الابره السحريه والله ان عجبه 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 هالبلاد سبحان الله سبحان رب عطاهم طبيعه وجمال ودين وثقافه حاضر يعلم الغايب لا تقولون ما حد قالكم صبروا بس إلا يومين بكرة ورا بكرة بتشوفون الهست كله الأمور كلها بتشوفونها يا هجرتي
المهم لا تقول ما حد قالكم لا يغركم الصفير خلكم تقروز الصفير والقرقعه والصدع والديانه هي صح قول مره ثانيه لا يغركم الصفير والقرقعه والصدع اخذوا بوي شيء ورمسكم الراس خالي ما يبالي يبالكم الزين واللي يبالكم الزين ابو محمد خلكم ابوي مع شيبتكم ابو محمد يا رك الله محروس هو اللي يهتز زين ابو احنا ابوي رحنا الشتاء والصيف تو وابشروا بكل زين مع ابو محمد عبد الرحمن ابو عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا مرحبا طعت الوجه ما زين يا زينك خطر عليه خطر عليه مفطر يا ابوكم من الحمار ابو عبد الرحمن شركه انجازات المستقبل ديتيلزها كم عمرها طال عمرك انجازات المستقبل عمرها 16 سنه في البوسنه اللهم لك الحمد لله عدد المتابعين عدد المشترين الفعليين اكثر من 4000 عميل اللهم لك الحمد تبارك الرحمن عدد الاراضي اللي بعناها فعليا اكثر من 5000 ارض اللهم لك الحمد اسمها نار على علم في البوسنه اي انسان تساله في البوسنه عن انجازات معروف اللهم لك الحمد الحمد لله فضل من الله وبركاتك يا ابو محمد الحمد لله انت اللي فيكم البركه الله يطول عمرك الناس تحب المزاقية وتحب الشيء العدل وتحب الشيء الفنان المميز هذا كله موجود في انجازات المستقبل يناهم ودي وديتين وثلاث وشغلهم كله ترتيبهم زين وكل الناس اللي خذوا من عندهم يشكرون عليهم ما واحد من اللي خذوا تحس باي صعوبه في كل الامور شركه انجازات المستقبل ابو عبد الرحمن طال عمرك شو ترتيبها بالنسبه في البوسنه الواحد ما يتكلم عن نفسه محمد ما بغلط الله اكبر خلي العالم تكلم عني بتكلم انا عن عمري وبخبر عن عمري وبعرف عمري والناس بتشهد يا ابو عبد الرحمن الله يحفظك احنا والله نعتبر ان شاء الله من اكبر الشركات اللي في البوسنه تبارك من حيث المشاريع من حيث عدد العملاء من حيث الحمد لله مصداقيتنا مع العملاء ونوعدك ان شاء الله بكره مشروع طيب اذا تحب ان شاء يكون موجود يعني بكره ان شاء الله باذن الله عندنا مشروع بدل يعني توني قلت في السناب اللي قبل يمكن بكره ولا ورا بكره لا بكره تم اي وقت تحب الظهر يكون هي صلي الظهر هنا صلي الظهر بالمشروع ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله وين الموقع بعد الرحمن في اليده طلع اي نعم شيء تام في اليده شيء خيال قالوا تشوف المطار شوف انت بتشوف باكر ان شاء الله عبد الرحمن شو رايك في قهوتي والله انها جميله ادمنت عليها شخصيا والله المهم عبد الرحمن شو هالمنطقه اللي نحن فيها هذا طال عمرك الاريجه شو ان حد يعرف اريجه وحد ما يعرفها الاريجه اللي هي منطقه المطار تعتبر من ارقى مناطق البوسنه اللي هي منطقه الاريجه فيها مستثمرين اماراتيين فيها مستثمرين كويتيين اغلب المشاريع القويه تلقاها في هذه المنطقه سبحان الله اي نعم اي نعم بالنسبه للمناطق الثانيه كسعر طبعا هنا اغلى بس مع انجازات ان شاء الله راح تشوف الشيء اللي يسر خاطرك اول الله باذن الله ان شاء الله تريونه باكر اذان الظهر اذان الظهر ان شاء الله اول الله ما وين بتعشى اليوم طال عمرك بنتعشى باحسن مطعم البوسنه اللي هو المطعم البوسني اللي كديناها كل يوم اي هاك ابو الستيكات بيعجبك الله اللي تكلمنا فيه بالضبط تكلمنا فيه كذا مره اي اليوم طالت اعماركم بيصدف اليوم عيد ميلاد او يوم ميلاد صلاح الأسبوعي صلاح كل أسبوع نحن نسوي له يوم ميلاد فاليوم حفل ميلاد على ستيك زي صلاح جي. شو قلت زي شمع ولا بدون شمع سمع زي إيه إن شاء الله واليوم يوم ميلادك برا الدولة برا الدولة يوم في البوسنة يكتبوا التاريخ وسجله إيه صلاح ميلاده بدون كيك مو اسمه لحم لحم هي هي شو قلت صلاح احنا اترى لك لينكس ما مالك وخالد حتى بتعبره براد لا كذب خيبه برد وما ببريد برد بعد يعني تحس انه برد يضرب في العظم برد يعني اللي يقول لك انه براد هذا مش طبيعي مستحيل انه يكون برد عادي يعني برد شوي قوي بعد عنده شيء طبيعي يبغى لنا جاكيتات واللي بي يبوي لازم يجيب جاكيتات ويجيب له لبس شوي غليظ مكان بارد والارض بارده والدعن بارده والماء مثلج شق الله والله السخانات وتسبحنا وعينا من الله خير وصلينا وحين عاد طالت عمركم بنصلي حين العشاء بنتوكل على الله بنصلي المغرب والعشاء بنسير ان شاء الله نتعشى اول الله مكان مميز وايد فنان
500 متر مسيد. ما زي المكان اللي فيه لذانات. سبحانك يا رب. هذه لبسة صلاح وهذه لبسة ابو راشد كله ابيض ابيض بابيض. شو لابس انت صلاح؟ بنفسجي. انزين وانت؟ حوحاوي. انزين يلا طرف هذا. ها وهذه لبسة ابو محمد. تعال جاي هني في النص نطلع مع بعض هني. ها ها صدها. صد هناك. انا هني عندي انا لا تطالع منها. هذه لبستي انا رصاصي مع السماوي عافيه. وهذه لبسة صلاح وهذا نحن من قرب. 1 2 3 1 2 3 4 يا هني. ها 1 2 3 1 2 3. ايوه يعني الحين انت لازم قدام صلاح. اليوم تركب ورا انا بركب قدام. هذا معك بس هو بيكسلكم انت تعرفوا ما يطير. شوف الله ايه شيخ البرنس. ما شاء الله شوف الزحمة ما شاء الله. وشكراً أبو محمد شكراً على تخطيط. والحمد لله في حال زحمة. شوف الزبائن. مشكور أبو محمد. هذه نتيجة إعلان خالد الخالدي. ما شاء الله شوف الزحمة شوف الزحمة من الصبح نفس الشيء. مشكور وما قصرت. هذه نتيجة المستاقية. ما يقارب من سكننا لأن هي ما يقارب 5 دقائق لكن نشوف العالم. شوف العالم في المطعم. هذا من أحسن المطاعم على مستوى البوسنة. خاص لحوم ما في شيء غير لحوم لكن أجود مطعم. هلا 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 أبو أحمد. هلا هلو. يا مرحبا يا أبو راشد. يا مرحبا أبو راشد. كيف الحال؟ شوف التقليدي اول ما تي يبون لك هاللحم المدخن ويبون لك وياه جيمر اللي هو القشطه وياهم الخبز هذا البوسني الحار اللي دخن يطول لك خبزه ويا جيمر ويعطون لك اياها يلجمون اهم واحد في القعده فيا ولقموا شيء طبيعي صلاح ونحن ما حد سوى لنا اعتبار لا انا ولا ابو راشد لانه هو صلاح الليله راح الحفله. اصبر عاد اصبر. عبارة 4 صالات كل وحدة. يوم يجيبون الطلب حق الوادم ها يرقعوا جرس. هذا 4-5 صالات العالم ما شاء الله مرد فيسة. عباس ارد عباس لكن اكلهم من اروع ما يكون طيب طيب الى ابعد حدود. في خاطري اصير اصور لكم الثلاجات اللحم اللي هناك شيء عجب. هذا وصل هذا الليل نحن. وصل 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 براد براد وصل 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 حبيبي 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 حبيبي
ما يواحيله. لحظة ينضى لحظة. هذا وحدي أنا كنت ها هي هي روح حكت هذا هي دالك يعني كذا تور ما عليك بعد زيد. هذا اللي يميز هالمطعم محمد كنت غريب مرة فش ليمون اصبر انت هذا هالعب ما يصبر على الليمون اصبر شوية يقوم تروقك الحين مسوي لك برستيج وشغلة طويلة عريضة ليمون ليمون اصبر هذاك ليش يشوف هنا برجر ايوه ها برجر حبيبي صلاح بيت ريح هدي الأجمة كذا إن شاء الله تبارك الرحمن طارق عماركم البرجر هذا برجر بوسنيان برجر الله 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 يا ربي عدو لحم بوسنة شو خليته يا ربي كم بنا سرط وهذا كباب البوسنة هي هي سرط لايم انت عق في بطنك انت عق انت ايه صلاح بتموت ثانك يو ادري بانه حلو الله اكبر مبروك يا صلاح هابي بيردي صلاح هابي بيردي سؤال 100 سنه 100 غير اللي اختفن ايه ايه غيرها اوه يا اليوم يا صلاح اي والله خيبه يا رب يا صلاح بس سكر هي هبلات شكر هي ولد بينتفخ فقل هو ابنت عقو في بطن اللي معه بارك اني اقولكم المكان داخل منزور لين عينه وجينا وخلصنا بعد ما نزور لين خاري ها شو هاللحوم ها شو لحوم هذا البراد شيء عجب 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 يطبخن كلهن حريم منكم يقول مفنان ولا جرع بس نقول مفنان على السقفة والكشخة والنصفه